بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ فاستعذ بالله إنه هو السميع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما وما يستوي الأعمى والبصير وما إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن
فيه والنهار مبصرا.
Oh!
صدق الله العظيم.